خلونا نروح للشأن الدولي. ونقلت صحيفتي ليتاليهيتي في فنلندا وإكسبريسن في السويد عن مصادر مطلعة امبارح قولها أن البلدين سيعبران معا عن رغبتهم في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو المقبل. من المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب موسكو اللي أعلنت مؤخرا رفضها لانضمام البلدين قائلة إن هذه الخطوة لن تجلب الاستقرار إلى أوروبا. ورغم التعاون الوثيق مع الحلف منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 اختار البلدان الواقعان في شمال أوروبا عدم الانضمام إليه. لكن الهجوم الروسي العسكري على أوكرانيا أجبر فنلندا والسويد على دراسة ما إذا كان الحياد العسكري طويل الأمد لا يزال أفضل وسيلة لضمان أمنهم القومي أو يتم إن هم يعني ينضموا لحلف النيتو. وفقا للصحيفة بيعتزم قادة البلدين الإسكندنافيين الاجتماع في 16 مايو وبعد ذلك هيعلنوا عن خطط للتقدم للانضمام للناتو. حقيقة يعني انا اعتقد الخطوه دي هتقلب اوروبا اكتر مع اللي احنا تطور طبعا تطور خطير جدا جدا لان هو زي ما بيقولوا فنلندا والسويد اصبحوا في امام امرين كلاهما مر صحيح وانتقال خطير من مرحله الحياد لمرحله عدم الحياد. يعني هي طول عمر فنلندا والسويد من الدول المحايده أصبح ولكن برضو يعني الخطورة في الأمر إن فنلندا والسويد عندهم جيوش وجيوش قوية فبالتالي لو خدوا قرار بالضم لحلف النيتو يبقى احنا كده هيوفروا لحلف النيتو إمكانيات بشرية ومدنية كبيرة جدا جدا جدا. موقع فنلندا والسويد تحديدا على بحر البلطيق وبحر يعني استراتيجي مهم جدا جدا تحديدا السويد ليها حدود مع روسيا حدود برية كبيرة جدا فبالتالي لو خدوا القرار بالانضمام إلى حلف الناتو وإن كان الأمر ده هياخد طبعا بعض الوقت هيبقى يمثل تطور خطير في الخريطة الجغرافية بقى العسكرية في المنطقة ويمكن روسيا برضو كان ردها ورد برضو خطير ان المساله لن تستدعي غير وقوف سفينه نوويه في بحر البلطيق هتبقى مهدده ليه يبقى احنا هنوصل ليه فالمساله يعني ربنا يسترها العالم يعني كله بقى مرتبط العالم وده يبين بقى قد ايه برضو يعني معلش انا عاوز برضو ارجع بالخبر ده لنطاقنا المحلي يبين قد ايه التحديات اللي بتواجهها الدوله المصريه خارجيا وداخليا ومن كله فبالتالي ده زي ما دائما ابدا السيد الرئيس بيحرص ودائما بيدعو لتماسك الشعب المصري يمكن برضه هو حتى من النقط المهمه بس احنا طبعا لضيق الوقت مش عارفين الرسائل المهمه في خطاباته اللي هو برضه دعانا بقى احنا كسياسيين وكاحزاب سياسيه للحوار السياسي عشان نطلع لا ده احنا منتظرين هذه الدعوه والحوار السياسي ده بالنسبه للاحزاب ده احنا مستنيينه بشغف هو حتى السيد الرئيس قال ان شاء الله تعالى سيتحدث فيه النهارده في افطار الاسره المصريه بشكل اوضح بس هي برضو دي رساله للاحزاب السياسيه اللي لازم واحنا مقدمين وعلى فكره الجمهوريه الجديده للاحزاب السياسيه الاحزاب السياسيه هتشتغل بقى بالتالي لازم تشتغل لا اصل خلاص اصل بص حضرتك هي حركه الدوله المصريه في حركه روس بتشتغل فمش هينفع اي يعني مش هنقول بقى عباره الاحزاب الكرتونيه وعندنا احزاب لا 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 لا. اعداد كبيره وما هياش موجوده على الواقع الاحزاب السياسيه دي مؤسسه من مؤسسات الدوله فبالتالي ده ترس من تروس الدوله فلابد انه هشتغل يعني مش هيبقى في مكان مع حضرتك ان فعلا في كم كبير من الاحزاب السياسيه اللي موجوده الغير فاعله وغير عامله على الارض بالتالي مش هيبقى هي بالطبيعه هتبقى منفوره من المجتمع المصري فبالتالي غصب عنها اللي هيبقى يتحرك ويمكن دي بقى مساله محتاجه الرئيس كان حريص جدا على مساله الاحزاب السياسيه دي منذ توليه حضرتك فاكر لما حصل طبعا. اجتماع ما بين الاحزاب وقعد معاهم وحاول ان هو يوافق قال لهم يا جماعه حاولوا توفقوا اوضاعكم وتندمجوا وتبقوا قوه داخل الشارع المصري يعني ما فيش رئيس هيقول كده لا واحنا برضه احنا كحزب سياسي احنا خدنا تلقفنا دعوه السيد الرئيس حزب الثوره وعملنا الاندماج في التوقيت ده لان فعلا احنا خلاص يعني حتى على النماذج العالميه والنماذج المحليه احنا امام لابد ان احنا نبقى امام كيانات قويه لان العمل الحزبي والعمل السياسي ما بقاش اصبح عمل سهل لا محتاج للتقرب المواطنين ونكون معادله ان يبقى في معادله حل مشاكلهم فبالتالي محتاجين كيانات قويه الكيانات الصغيره لن تصلح ولن مش هتجار الدوله وحركه الدوله المصريه وحركه التنميه اللي دايما اللي موجوده في داخل الدوله المصريه حركه كبيره جدا 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 فبالتالي لابد ان الاحزاب السياسيه انها تطور نفسها انها تواكب هذه الحركه القويه انا بشكر حضرتك جدا المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا